خلال متابعته لمشروعات وزارة النقل، الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء سريعا من شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم. الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا، ويؤكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية. للمرة الثالثة خلال أيام، رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس السيسي. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها وكونها شريانا للتنمية وتخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطارات الكهربائية السريعة، والذي يمتد بطول 660 كيلومتر، وتعمل في إنشائه 150 شركة بحجم عمالة يصل لنحو 100,000 عامل في مختلف التخصصات. كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية دويتشي بان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه 3، حيث من المنتظر أن تنشأ شركة وطنية تحت اسم دويتشي بان مصر. الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، وكذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. كما تم عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء الماكس الأوسط بما فيها ساحات البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا، حيث أكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفير جمهورية تشيلي، سعادة سفير نيبال، سعادة سفيرة جمهورية إستونيا، سعادة سفير أوكرانيا، سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سعادة سفيرة جمهورية ملاوي، سعادة سفير مملكة كمبوديا، سعادة سفيرة جمهورية قبرص، سعادة سفير الجمهورية التشيكية، سعادة سفير دولة الكويت، سعادة سفير جمهورية سلوفينيا، سعادة سفير كومنولث أستراليا، سعادة سفير مملكة إسبانيا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر، أشار مدبولي إلى أنه خلال الفترة الحالية تتم متابعة ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي، حيث يتم وضع جميع الآراء التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية موضع للاعتبار.
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. بدأت الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. وقد استهل أمناء المجلس الاجتماع بلقاء تعارفي مع مقرر العموم ومقرر العموم المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي. كما شهد الاجتماع الاستماع لوجهات نظر المقررين. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية أحمد، يعني ضعنا في أجواء جلسة عمل أو الجلسة السابعة تحديدا لمجلس أمناء الحوار الوطني وأبرز الملفات التي ستضمنها. بالفعل يعني بعد ظهر اليوم انطلقت الاجتماعات السابعة هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني بعد أن توافد أعضاء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين. بدأ الاجتماع بجلسة تعرفية بين المقررين للجان والمقررين المساعدين، وكذلك تم الاستماع لمختلف الآراء بين مختلف مقرري اللجان الذين يشاركون في الحوار الوطني. الآن يتم التوافق والاتفاق على لائحة عمل اللجان الفرعية. نحن نتحدث عن ثلاثة محاور رئيسية للحوار الوطني: المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي. المحور السياسي يضم 5 لجان، وهذه اللجان الخمسة التابعة للمحور السياسي فيها مقررين عموميين ومقررين مساعدين، بالإضافة إلى أن المحور الاقتصادي يضم 8 لجان أيضا. هذه اللجان أيضا تضم مقررين عموميين ومقررين عموميين مساعدين. أما المحور الثالث والأخير هو المحور المجتمعي ويضم 6 لجان، يضم أيضا مجموعة من مقرري اللجان وأيضا مقرري عمومين مساعدين. تم التعارف ما بين هؤلاء المقررين جميعا، ويتم الآن في خلال الجلسة السابعة التوافق على عمل هذه اللجان ووضع المهام المنوط بهذه اللجان تحديدا لبدء الحوار الوطني في مختلف القضايا التي تخص الوطن. إجمالا الاجتماعات تسير بشكل متوازن كما تابعنا من أعضاء اللجان الذين يخرجون من جلسة الاجتماعات ونناقشهم لنتعرف ما الذي جرى وما الذي يحدث. ومن المقرر بعد قليل أن يتم إصدار بيان من الأمانة الفنية للحوار الوطني تعلن فيه ما أسفر وما انتهى إليه الاجتماع السابع من اجتماعات الحوار الوطني. نتابعه معكم لحظة بلحظة وننقله إليكم زملائي في الاستوديو. ننتظر هذا البيان. شكرا جزيلا لك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 34 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2600 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 31 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 887,426 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,087 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,571 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 4,997 قضية مخالفة للمخابز. كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 78.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,761 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 525 طن. كما تم ضبط 144 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 731 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 195.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 918,590 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 199,649 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,882 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 191 سائقا منهم. كما تم المرور على 25 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 92 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 90 مركبة وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 364 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 994 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,231 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,196 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,077 مخالفة ملصقات وضبط 36 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,995 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,770 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 74,570,106 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 222 قضية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و100 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 44 قضية بقيمة مالية بلغت 115,638,122 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,525 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,748,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,547,357 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 67 طنا في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فضلا عن ضبط قرابة 55 طنا في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 712 قضية من بينها 54 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك في مجال قضايا المخابز. تواصل الدولة جهودها في مجال الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار أطلقت الدولة العديد من المبادرات، من بينها تكافل وكرامة وحياة كريمة وبر أمان وغيرها، بهدف تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعالياتها في 19 من سبتمبر الجاري. وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد هذا العام في ظروف دولية خاصة، في ضوء التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء والطاقة العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها. كما أضافت الوزارة أن الجدول أو جدول أعمال وزير الخارجية يشمل المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة والفاعليات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين. أكد
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق قد تكون الأصعب منذ عام 2003، ودعا الكاظمي جميع القوى السياسية إلى وضع العراق والعراقيين نصب أعينهم وحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن العراق والعراقيين يستحقون التضحية من أجلهم، موجها الشكر والتقدير للقوات الأمنية العراقية على جهودها في ملاحقة الإرهابيين وحماية المواطنين. أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق عبد الأمير الشمري نجاح الخطة الأمنية في إحباط جميع مخططات تنظيم داعش الإرهابي في جميع المحافظات العراقية. وأوضح الشمري أن الخطة الأمنية تضمنت تأمين جميع مداخل ومخارج كربلاء بجهود استخباراتية، معربا عن شكره لجميع القوات الأمنية على الجهد الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 20 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان. كانت تايبي قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن تطلعات صينية ومناورات فوق مضيق تايوان، مؤكدة عزمها المضي في تعزيز قدراتها الدفاعية. رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين قرغستان وطاجكستان، وأدعى الطرفان إلى ضمان التنفيذ الفعال للاتفاق وتهدئة التوترات. وكانت الدولتان قد تبادلتا خلال الساعات الماضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتور في تصعيد الصراعات داخل الحدود. من جانبه أعلن حرس الحدود القرغيزي أن الجانب التاجيكي قام بقصف على منطقة باتكن في قرغيزستان بقذائف الهاون. وأضاف حرس الحدود القرغيزي أن القصف التاجيكي يعد انتهاكا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا والتي تقضي بالتهدئة بين البلدين الجارين. على إثر تصعيد في المواجهات الحدودية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى، أعلنت قرغيزستان وقف إطلاق النار مع جارتها طاجكستان، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرق الهدنة. فعلى هامش قمة منظمة شنغهاي الإقليمية للتعاون في أوزبكستان، التقى الرئيسان القرغيزي صدر جبروف ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمن، وتوافق الجانبان على إعطاء توجيهات للأجهزة ذات الصلة بوقف إطلاق النار وسحب القوات والاعتاد من خط المواجهة. وذكرت وكالة خفار الإخبارية الطاجيكية أن جبروف ونظيره الطاجيكي اتفقا على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحوادث الحدودية، وشدد على أهمية حل خلافاتهما بالسبل السياسية والدبلوماسية. ودخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق، لكن سرعان ما اتهم جهاز حرس الحدود القرغيزي الجيش الطاجيكي بإطلاق النار مجددا على مواقعه الحدودية، ليرد الجانب الطاجيكي بالتنديد في بيان بالنيران التي أطلقت من الطرف القرغيزي باتجاه ثلاث قرى في طاجكستان. من جانبها أفادت اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان بوقوع اشتباكات كثيفة وعنيفة دارت في المنطقة الحدودية، متهمة طاجكستان بقصف الأراضي القرغيزية بكل ترسناتها المتاحة وبمواصلة نشر آليات ثقيلة. إلى ذلك تمضي الهدنة اسما لا فعلا وسط تبادل للاتهامات واشتعال للمواقف لحين إشعار آخر. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية. جاء ذلك خلال رد على سؤال بمقابلة أجرتها معه شبكة سي بي إس بشأن احتمال لجوء بوتين لاستخدام أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية بعد استعادة الجيش الأوكراني عددا من المدن من قبضة القوات الروسية في هجومها المضاد خلال الشهر الجاري. Their pride gets engaged as well. Now, it's awful hard to back off of some of these things. So what we did was just say, look, let's take a look.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات على مواقع أوكرانية وإنها قضت على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا وخمسة دبابات و15 آلية عسكرية خلال هجوم بخيرسون. في الوقت ذاته اتهمت موسكو كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابروجيا للطاقة النووية، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركوف كييف ودونتسك، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما فاشلا بالقرب من بارافدين في خرسون. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن استضافة العاصمة البلجيكية بروكسل لاجتماع مرتقب لمجموعة الاتصال لمساعدة أوكرانيا في 28 من سبتمبر الجاري. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن الاجتماع سيعقد بالتنسيق مع حلف شمال الأطلنطي لمناقشة أفضل السبل أمام الصناعات الوطنية الدفاعية من أجل تزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها بالمستقبل. وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تسليم أول نظامين للدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان ختامي لقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة السبع إن رسالة المجموعة هي التضامن الراسخ مع أوكرانيا. وأضافت بيلوسي أن جميع المتحدثين في مجموعة السبع تأثروا بالعرض القوي الذي قدمه رئيس البرلمان الأوكراني عن الحرب في أوكرانيا خلال الجلسة الافتتاحية. وأضافت بيلوسي أنهم ناقشوا السبل التي يمكنهم من خلالها مواصلة العمل معا لمساعدة أوكرانيا على تحقيق النصر، بما في ذلك تقديم مساعدات أمنية إضافية. وأكدت خلال كلمتها الرئيسية مجددا على الوحدة غير القابلة للكسر لتحالف مجموعة السبع في مواجهة الحرب الروسية، وسلطت الضوء على الدور الرائد لأمريكا في دعم من سمتهم بأبطال أوكرانيا. أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ اعتقاده بأن الانتصار العسكري التي حققته القوات الأوكرانية مؤخرا ضد القوات الروسية تبعث على الأمل في قدرة القوات الأوكرانية على تحقيق المزيد من الانتصارات، لا سيما في ظل الدعم غير المحدود الذي يقدمه الناتو لكييف. وأشار ستولتنبرغ إلى تمكن القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي فقط من استرداد نحو 2400 ميل من الأراضي التي كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها في بداية العمليات العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا أواخر فبراير الماضي. كما أكد ستولتنبرغ أن تلك التطورات تمثل نقطة تحول جوهرية في الصراع الدائر بأوكرانيا. قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة الثالثة التي خطط لها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة غادرت ميناء أوكراني على البحر الأسود وعلى متنها نحو 30 ألف طن من القمح. وأفادت الوزارة في بيان أنها تخطط لتصدير 190 ألف طن آخر أو أخرى يجرى شراؤها حاليا من قبل شركاء الأمم المتحدة ضمن برنامج الأغذية العالمية، مضيفة أنه بالإضافة إلى سفينة إيكاريا إيجل غادرت 9 سفن أخرى الميناء الأوكراني اليوم في مسعى لحل أزمة الغذاء لا سيما في الدول الفقيرة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج 41 مواطنا من أستراليا إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد. وانضمت هذه الشخصيات إلى أكثر من 100 أسترالي قررت روسيا منعهم من دخول أراضيها إلى أجل غير مسمى، متهمة إياهم بأنهم جزء من حملة معادية لروسيا. كانت دول غربية من بينها أستراليا فرضت عقوبات على روسيا، وذلك بعد العمليات العسكرية بأوكرانيا. ردا على ذلك حظرت موسكو دخول العشرات من مواطني تلك الدول.
أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أن متحفي اللوفر وفرساي الشهيرين سيطفئان أنوارهما في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية. وكانت مدينة باريس قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستبدأ بإطفاء الأنوار التي تزين معالم المدينة قبل ساعات من المعتاد، ما جعل برج إيفل ومعالم أخرى تغرق في الظلام لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء. وارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 817 مليون يورو في إطار سياسات التماسك الأوروبية للفترة بين 2021 و2027، وذلك لدعم مالطا في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتحول الرقمي وتنفيذ الأهداف المناخدخية لديها. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن هذه الأموال ستعالج الفوارق الإقليمية بمالطا من خلال تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتمكين التحول الرقمي للاقتصاد والاستثمار في الإدماج الاجتماعي وتدريب على المهارات والتوظيف والمساعدة في تحقيق أهداف المناخ وأمن الطاقة والتنوع البيولوجي في البلاد. السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. وقفة صامتة أمام نعش الراحلة الملكة إليزابيث تشهدها قاعة ويستمنستر بوسط لندن لمدة 15 دقيقة. يستعد الأميران البريطانيان ويليام وهاري للقيام بوقفة صامتة أمام نعش جدتهما الراحلة الملكة إليزابيث، وسينضم إلى الشقيقين أبناء عمومتهما الستة في وقفة صامتة لمدة 15 دقيقة في هذه القاعة بوسط لندن بعد ليلة من انضمام والدهما الملك تشارلز إلى أشقائه الثلاثة في تكريم مماثل للملكة. وقالت شرطة لندن إن الجنازة الرسمية تمثل لها أكبر عملية أمنية على الإطلاق، إذ يشارك بها رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من عائلات مالكة، حيث من المقرر أن يحضر نحو 100 رئيس ورئيس حكومة الجنازة الرسمية يوم الاثنين المقبل.
قال خبراء أرصاد بالولايات المتحدة إن سكان الساحل الغربي لولاية ألاسكا الشاسعة يستعدون لعاصفة هائلة قد تكون واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث. ينتظر هبوب رياح عاتية وأمواج عالية يمكن أن تقطع التيار الكهربائي وتتسبب في حدوث فيضانات. وقال أخصائي شؤون المناخ بجامعة ألاسكا إن العاصفة القادمة تعد بقايا ما كان يعرف باسم إعصار نيبوك الذي أثر على أنماط الطقس بألاسكا وخارجها. من المتوقع أن تجلب أمطارا غزيرة خلال الساعات القادمة قد تصل إلى ولاية كاليفورنيا المنكوبة بالجفاف. قال مسؤولون إن انهيارا أرضيا نجم عن هطول أمطار غزيرة أدى إلى مسرع ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 7 آخرين في نيبال أو في غرب نيبال. يأتي ذلك بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث في الموقع الكارثي عن مسعى للحصول على 10 أشخاص آخرين مفقودين. وقال المتحدث باسم الشرطة إن رجال الإنقاذ انتشلوا القتلى والجرحى من حطام 5 منازل مدفونة تحت الطمي في منطقة أتشام وذلك على بعد نحو 450 كيلومتر غرب العاصمة. هذا ولقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم وفقد 12 في البلاد جراء السيول والانهيارات الأرضية حتى الآن هذا العام وذلك وفقا للبيانات الرسمية. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من إعصار كبير وقوي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة بجزيرة كيوشو الجنوبية الأحد. وقالت الوكالة إنها قد تصدر تحذيرا خاصا لمقاطعة كاكوشيما والجزء الشمالي من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة بأقصى جنوب اليابان بسبب احتمال حدوث أمواج عاتية وأمطار غزيرة بالمنطقتين. واقترب إعصار نانمادول من جزيرة مينامي دايتو بجنوب اليابان متجها إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقا وتمر فوق طوكيو يوم الثلاثاء قبل أن تنتقل إلى البحر يوم الأربعاء. نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز القومي للمرأة والهلال الأحمر قافلة مائية تستهدف الأماكن الأكثر احتياجاً بقرية أبيس السابعة. وخلال فعاليات القافلة تم فحص مشاكل المواطنين الخاصة بالمياه من خلال شركة المياه حيث تم أخذ عينات لتحليل مياه الشرب. كذلك تم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ضمن القافلة. انطلقت اليوم أول أيام مبادرة إنت الحياة بمحافظة الشرقية بقرية شهداء بحر البقر 2 والتي تستمر لمدة 6 أيام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وشهد اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل مسرح الأطفال وملتقى توظيف وقافلة طبية وكذلك استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والمشورة الأسرية والتثقيف بالإضافة إلى ورش عمل حرفية وتوعوية بمخاطر الإدمان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023. وأكد المركز الإعلامي استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء بمرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانصياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد رسالة من مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الملكية الفكرية. وخلال مؤتمر صحفي برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شدد جبر على أن مصر تشجع العقول المبدعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترتبط أهدافه ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة. النهاردة يوم مهم جدا بمناسبة الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية اللي هيطلقها هيعلن عنها فخامة الرئيس إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. من هذا المكان بنوجه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لإطلاق هذه الاستراتيجية، لأن كانت في مطالبات في الداخل وفي الخارج أيضا أن مصر تنضم لهذه الاتفاقية. المناسبة الحقيقة مناسبة مهمة جدا، والأشياء بترتبط ببعضها، لأنها انعقد في شرم الشيخ في الفترة القادمة في نوفمبر القادم مؤتمر المناخ. إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت هيبقى مهم، لأن هيبقى في جزء للتصدي لقضايا المناخ والتكنولوجيا الخضراء وتوفير الاستثمارات والتمويل لنقل وإتاحة هذه التكنولوجيا. يعني الأحداث مرتبطة ببعضها. نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى. يأتي ذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئات الدواء المصرية والتأمين الصحي الشامل. وناقشت جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية. كما يلقي المؤتمر الضوء على نظم الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها في ترسيخ مبادئ سلامة المريض والمبادرة الوطنية لسلامة المريض في النظام الصحي الجديد، إلى جانب الإدارة الآمنة للدواء، حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار الدواء دون أضرار لرفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية. ثالث سنة أحضر وأرى أن كل سنة وراء السنة هناك تطبيقات للتوصيات التي تطلع بها هذا اليوم، مثل اليوم العالمي لسلامة المريض. جمهورية مصر العربية من أوائل الدول على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم تشارك منظمة الصحة العالمية في هذا البرنامج الحيوي، حيث من الأهم أن يكون المريض معافى وسليم، وفي نفس الوقت النظام الصحي يكون متمكن لتقديم الخدمة الصحية. النهاردة المؤتمر ده مؤتمر بيحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض، وده من أول أولويات الاهتمام بتاعنا كهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وده اللي احنا سعينا جاهدين كلنا من أول يوم في أكتوبر 2018 ان احنا نؤكد على سلامة المريض. يعني المريض بيدخل المنشأة الصحية المفروض انه بيقدم له خدمات رعاية صحية، سواء إذا كانت تداخلية أو غير تداخلية، فالغرض أنه هو نحميه من أي أخطار ممكن يتعرض لها المريض وهو بيتلقى خدمات رعاية صحية داخل المنشآت الصحية بوجه عام، ليس فقط المستشفيات ولكن وحدات رعاية صحية، الأشعة، المعمل، كل الأماكن اللي بتقدم فيها خدمات رعاية صحية. وبالتالي من هذا المنطلق بنحتفل اليوم بهذا يعني اليوم العالمي لسلامة المريض، لنؤكد على الاهتمام ووضع المريض في أول أولويات اهتمام المنظومة الصحية. والآن الوقفة الاقتصادية من نشرة السادسة. نعم، الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. ليك فاطمة. شكرا رغدة، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023. وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق زيادة مطلع العام المقبل. وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم. تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مستورد، والتي تعد منطقة رئيسة في خدمة إقليم القاهرة الكبرى. وخلال الجولة افتتح الملا طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مستورد، والذي قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته، كما افتتح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول. كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية. بالتوازي مع تطوير منظومة النقل والتوزيع وتداول المنتجات البترولية، احنا نوقف في شركة التعاون للبترول مستودع مستورد. احنا الحقيقة وقفناه من حوالي 3 سنين لإعادة تطويره بالكامل، فتم تطوير كل مستودعات خزانات السولار اللي موجودة، وكمان الزيوت الأساسية اللي بيتم منها تصنيع زيوت المحركات ومنصات الشحن. تم عمل منصات شحن حديثة رقمية، وتتسم بكمان السهولة، وتتمتع بوجود عناصر الأمن والأمان فيها، وفي الوقت نفسه بيبقى فيها معدلات تدفيع عالية، بحيث انه تدخل العربية في اقل من 30 دقيقة تكون مالت 50,000 لتر، وده يبقى ارقام سريعة وتخرج بامان ويسر. تعد المراكز التكنولوجية إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، ففي محافظة سوهاج تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بسهولة الحصول على الخدمات. بصورة حضرية ومن شباك واحد يتحقق معه الهدف في محافظة سوهاج، إذ تشهد المراكز التكنولوجية إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات من الوحدات المحلية بسهولة ويسر، وتلقى إشادة كبيرة من المتعاملين معها. المركز التكنولوجي بيقدم خدمة متميزة من خلال منظومة إلكترونية لكل الخدمات اللي بيقدمها الديوان العام، زي السداد العام، زي طلب تقنين، زي طلب شكوى، كثير من الخدمات بنقدمها من خلال المركز التكنولوجي. طفرة كبيرة أحدثتها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج، والتي اتسمت بسرعة تقديم الخدمة ودقتها وفي أجواء مناسبة وبإجراءات شفافة وواضحة، ما أحدث حالة من الرضا والقبول عند متلقي الخدمة. المركز تطور كبير بالنسبة للأداء الخدمات للجمهور المواطنين، يعني بالذات يعني الناس اللي تيجي من مراكز تابعة للمحافظة هنا، بدل ما انت كنت الأول عايز ترجع المحافظة مركزك تختم ورقة أو تجيب أصل أو تسحب، هنا التكنولوجيا اتطورت كتير وبقت يعني أسهل. المركز التكنولوجي ده طبعا من يوم ما اتعمل سهل حاجات كتير خالص، وقرب مسافة كتير جدا يعني، وسهل علينا حاجات كتير خالص يعني من يوم ما اتعمل بصراحة. يعني جيت هنا المركز فلاقي خدمة ممتازة، معاملة حلوة من الموظفين. 15 مركزا تكنولوجيا هو إجمالي عدد المراكز التي أنشأتها الدولة بمختلف مراكز المحافظة لضمان الوصول بالخدمة المميكنة لكل المواطنين دون تمييز، والتأكيد على تقديم الخدمة والرد على المواطنين بشكل سريع وحاسم. تأتي المراكز التكنولوجية ضمن برامج الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار لتصل إلى 1672 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار الذهب 18 نحو 956 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فوصل سعره إلى 1115 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1274 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8920 جنيه. قالت وزارة النفط العراقية إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقفها أمس الجمعة بسبب تسرب نفطي. وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة تمكنت من معالجة التسرب النفطي، ويضم الميناء 4 منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ نحو 1,800,000 برميل يومياً. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرغدة وأميرة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. وعودة للخبر الأبرز في نشرتنا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها وكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسى مطروح، والذي يمتد بطول 660 كيلومتر، وتعمل في إنشائه 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل في مختلف التخصصات. كما عرض السيد الوزير في ذات السياق مستجدة التعاون مع المجموعة الألمانية دويتش بان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاث، حيث من المنتظر أن تنشأ شركة وطنية تحت مسمى دويتش بان مصر، فضلا عن قيام المجموعة الألمانية بنقل الخبرات عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقرات ومراكز المجموعة بألمانيا. كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، فضلا عن استعراض الجهود المستمرة لتطوير أسطول السكك الحديدية خاصة الجرارات الجديدة وتحديث تلك القديمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الوزير استعرض كذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة شبكة الطرق والمحاور بين محافظات ومدن الدلتا، كذلك الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها ولكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة، فضلا عن مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، إلى جانب تعزيز سلاسة التحركات للمواطنين واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا، وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. كما تم أيضا عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بما فيها ساحة البضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. انتهت نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. خلال متابعته لمشروعات وزارة النقل، رئيس السيسي يواجه بالانتهاء سريعا من شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم.
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفينة جديدة ويؤكد حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية. للمرة الثالثة خلال أيام رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس السيسي. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصرية. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.